بعض الرسائل. أحمد اللوز بيقول: وماذا فعلت الدولة تجاه كفيل داعش والحويني؟ كان عندي سؤال صغير لحضرتك على موضوع اعتصام ربع، لما حضرتك بتقول تخيلوا الشباب ان هم عندهم تكدس سلاح، هو ما كانش فيه سلاح في ربع؟ لا، ترسانه كان فيه سلاح، لكن لا هم كانوا بيتكلموا في مدافع ودبابات وطيارات. ما احنا لو قلنا لهم كده مش كل شكل يطلع يقول لك في مواسير خرجت ودخلت واستخدمت. لا انا عايز اقول لك انه هي دي فكره ان هم اسرى، لان في ثلاثيه بتحكمهم من بعد ما طلعوا من السلطه. يعني انت عندك ثلاثيه الانكار وثلاثيه العزله وثلاثيه الوهم، يعني الثلاث حاجات صحيح. يعني الانكار والعزله والوهم. فهو الجزء اللي هو كان في رابعه ده فكره الوهم، جبريل نازل بيصلي بيه وان هو يعني ويشوفوا احلام لبعض ويفسروها وان هم هينتصروا وهيرجعوا وان محمد إيه مرسي وهو صفوت حجازي ما كانش بيكذب عليهم، وهو واقف على المنصه ما يقول لهم يوم الاحد الرئيس هيبقى بينا بيصلي، هو متخيل. ايوه لا دي حاله. عايز اقول لك انه اعتصام رابعه باللي حصل فيه يخضع كمان للتحليل النفسي اكتر من التحليل السياسي صحيح. لا دي ده مستقبل. انا فاكر في وقت ما كنت شايف اعتصام رابعه كان بيذكرني كده بمشهد في فيلم الناصر صلاح الدين، لما كان في حاله الجيوش الصليبيه تستعد وحاله الهرج والمرج والصراخ والرقص والكلام ده كله، كان يعني تحس بحاله من حالات الهستيريا. لا يا رب، ما هي رابعه حاله هستيريه كامله كاملة يعني مفيش بس هي حالة يعني كانت زي ما تقول قمة الظهور للمخبوء النفسي عند هذه المجموعة. بالظبط، لأن هم طول عمرهم كده. أنت حضرتك، أنا ليا دراسة بسيطة جدا تتتبع كل الأعمال التي قام بها الجهاز التنظيم السري ويفتخر بها في الكتب والتاريخ من أولها إلى آخرها، أعمال صبيانية وفاشلة للغاية. يعني للأسف الشديد، وهو يفتخر بها في التاريخ، يقول لك مش عارف عمليه السيارة الجيب، لما تيجي تدرس العمليه ديت والله لو عيل عنده 6 سنين ما يعمل كده.